عندي النهارده انا راجع وعندي وراجعي من المنيا مباشره على هنا. انا بالنسبه لي الحقيقه يمكن اسعد واحد في الموجودين، يعني اذا كان كل واحد فرحان باسرته. انا يعني عندي حاجه غريبه شويه اقول لكم على سر، من ساعه ما بقيت مسكت المسؤوليه دي وانا حاسس ان كل فرد بيتخرج يخدم مصر ويخدم المجتمع كانه ابن ليا، ودي عامله لي صعوبه شويه لان في نفس الوقت ما بستحملش حد يتكلم على مصر او على التعليم في مصر بشكل لا يليق. فمديني مسؤوليه كبيره جدا ومديني طاقه ايجابيه ان انا اكون موجود في وقت تخريج دفعات متميزه من جهات اكاديميه تعليميه هايله. كاني بقول لنفسي وبقول للمجتمع كله ان مصر فيها خير، ان مصر فيها اولاد واعدين جدا، فيها طلاب هيفيدوا البلد في تنميتها في المرحله القادمه. وفي نفس الوقت احنا مش بنقول ان احنا عندنا كل حاجه كامله، لكن في نفس الوقت احنا عايزين نتقدم ونتقدم لمصر هيبقى عن طريق الولاد والشباب المتعلمين كويس. الاكاديميه دايما بتقدم النموذج ده، مش بس الاكاديميه، انا اقدر اقول ان انا يعني بروح كتير جامعات مصريه في كل المحافظات. الحقيقه يعني اطمنكم ان الشباب الموجودين في مصر والتعليم اللي بيحصل في مصر والتغيير اللي بيحصل الى الاحسن هيخلينا ان شاء الله يعني ما عندنا مستقبل واعد جدا في المرحله القادمه. الحقيقه انا سعيد ان انا اكون مع حضراتكم في هذا الاحتفال اللي بتنظمه الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنادي البحري. احتفالا وتكريما لكوكبه من ابنائنا وبناتنا طلاب كليه الدراسات العليا في الاداره بالقاهره. في بدايه حديثي الحقيقه اتوجه بخالص التهنئه القلبيه لكل بناتي وابنائي الخريجين الذين نحتفي بهم اليوم، متمنيا لهم استمرار النجاح والتفوق في مستقبلهم الاكاديمي والعملي. اسامه محمد مهدي الاهوالي، محمد مصطفى محمد مرقدات، ابراهيم عبد العليم عبد الفتاح موسى، عمرو طارق محمد السيد النبيعي،